اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. سؤال المنطقي، زملكاوي ولا مالكش في الكوره؟ اهلاوي. زملكاوي. اهلاوي. زملكاوي صميم. اهلاوي. اهلاوي. زملكاوي. توقعاتك للمباراه؟ هي ماتش زي ده ملوش توقعات، يعني بعيد عن ماتش زي ده بيكون صعب على الفريقين الصراحه، يعني بغض النظر بقى عن ايه، مين جاهز مين اجهز. صحيح الزمالك افضل بكتير من الاهلي على مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاستقرار وعلى الحاله النفسيه. احنا واخدين الحمد لله سنه كل البطولات اللي داخلين فيها، المنافس ما بياخدش الا الدوري. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-1. لا 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 لا، ده توقعاتي على فكره، لما تراهننا مع بعض ان الاهلي هيكسب 2-1. صفا محمد ده ما كناش ضربات ترقيح. صفا محمد وبن شرقي ان شاء الله هيجيبوا جونين. احنا عندنا الفرقه كلها هتجيب جوان، الشناوي هيطلع يجيب جول ان شاء الله. الاهلي 2-0 باذن الله. 3-1 الاهلي. والله انا بما اني اهلاوي فانا اتمنى واعتقد الاهلي هيكسب، يعني 2-0 للزمالك. طبعا هو توقعي هيبقى تعادل، وان شاء الله يعني الزمالك يحسمها بلانتيات. ان شاء الله الاهلي هيفوز 5-1. ان شاء الله الزمالك هيكسب. ان شاء الله الاهلي هيكسب. والله النتيجه مش مضمونه، لان ما دام وصلوا الاثنين للبطوله يبقى الاثنين عقويه. متوقع 3-1 الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-1. متوقع مين اللاعب اللي هيكسب فريقك؟ عندنا بن شرقي وساسي، وعندنا مصطفى محمد برضه، يعني بس انا بتمنى يعني ان شيكا لو دخل الهدف الاخير ده يبقى تمام خالص. يعني متوقع ان شاء الله ساسي. زيزو اوباما مثلا. ان شاء الله افشه هيجيب جونين، ومروان محسن جون، وحسين الشحات جونين. ان شاء الله يعني هو لعيب حلو، يعني هو يعملها بكره ان شاء الله، وهيسجل هدفين ومصطفى محمد هدف. هيبقى مروان محسن جونين، وهيبقى كهربا جون. مجدي افشه ومجدي افشه هيجيب جونين ان شاء الله. كهربا هيجيب جون، وألي ديانج هيجيب جون، وعندي إحساس كبير جدا يعني إن في مدافع هيجيب جون، تحديدا هيكون ياسر إبراهيم. أجايه، مروان، بادجي.